اسلام الشاطر وكل مشاهدينا نجوم الاستوديو التحليلي مباراه كالعاده للنادي الاهلي. زي ما بنقوله بناكد شخصيه النادي الاهلي. يمكن الجيم زي ما اكدنا وقلنا هيبقى فيه غلق للمساحات، هيبقى فيه فكر فني هنا وهنا، لكن يعني بالثقه الكبيره اللي في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الحمد لله قدرنا نحصل اداء ونتيجه وثلاث نقاط مهمين جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مبروك يا كابتن سيد. الاهلي بيرد في الملعب يا كابتن سيد، ودي يمكن من الامور المميزه جدا. الاهلي ما بيلتفتش لاي امور خارج المستطيل الاخضر، بيرد في الملعب. شخصيه النادي الاهلي بتتكلم عليه وبتنادي بيها بتبان. فوز كبير ونتيجه كبيره واداء اكثر من رائع يا كابتن سيد. النهارده حابب تقول ايه على المباراه؟ الحمد لله طبعا يعني المباراه في منتهى الاهميه مع فرقه الاتحاد. الاتحاد عامل مباراه رائعه جدا لحد ماتشنا. خليني اقول لك ان هو يعني عدد الاهداف اللي دخلت مرمى تقريبا ما تعداش الخمس اهداف، وده بيبين يعني ايه الفرقه ديت منظمه، ويعني ايه الفرقه ديت عندها برضو شخصيه كويسه وبتعمل. ولعبه المصري ولعبه الاسماعيلي وقابلت فرق كتيره في الدوري والمقاصه وقابلت فرق كبيره في الدوري عندها رصيد كبير من النقاط، وهي اللي ورانا في الترتيب لحد دلوقتي طبعا بالتاكيد يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني. بشكل عام يعني بنشوف الجيم ازاي النهارده، اللعيبه كل ادى، ديانج النهارده بيظهر بشكل، وكل اللعيبه كابتن سيد النهارده الروح موجوده وانكار الذات موجود، وده الهدف يعني. متوقع جدا ان كل مباراه هتبقى اصعب من اللي بعدها، وكل مباراه هتبقى اصعب من اللي قبلها، وده وضع طبيعي جدا بحاله الفرقه في الوقت الحالي يعني. خلينا دايما نتعامل مع المباراه باحداثها، دايما نبقى مركزين جدا ودايما محترمين الخصم جدا 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 يعني. انا هسبق الاحداث لان انا عندي مباراه مهمه جدا، عندنا مباراه مهمه جدا مع بلاتينيوم يوم السبت الجاي ان شاء الرحمن، نكون موفقين فيها لان هي عليها عامل مهم جدا في التركيز والاهتمام يعني. الحمد لله على كل شيء، ببارك للعيبه وببارك للجمهور الحمد لله على كل شيء. كالعاده يمكن الاهلي بيغلق الصفحه تماما يا كابتن سيد. عايز اعرف التمرين بكره بالنسبه لكم هتبداوا ازاي، لانه ضغط كبير ومفيش وقت يا كابتن سيد بالنسبه لكم. على طول كل 3 4 ايام احنا بنلعب، وكل فتره زمنيه بتبقى اهم من اللي قبلها ومهمه، وان احنا ناخدها بنفس التركيز يعني. هنقفل على نفسنا برضو في الفتره اللي جايه ديت على سن بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا، وترتيبنا في الجدول في دوري الابطال يعني او دوري المجموعات مهم جدا ان احنا نحسنه ونبقى بشكل كويس جدا يعني. خلينا نفرح النهارده، لكن من بكره نستعد للبلاتينو ان شاء الله. اصابات ايه جت من اللعيبه اللي طلعت يا كابتن سيد ولا الكل تمام؟ الحمد لله يعني. طبعا انت عارف تلاحم اللقاءات مع صعوبتها كمان يعني ممكن يبقى في بعض الاوقات يسبب اجهاد او شد او حاجه كده، لكن الحمد لله الامور كويسه الحمد لله. يفضل الاهلي بيرد في الملعب بس يا كابتن سيد. خلينا مركزين، احنا لا من عاداتنا بنتكلم على حاجه ولا شغلين بالنا بحاجه، خلينا مركزين في الملعب الحمد لله رب العالمين يعني. مش هنتكلم على اي حاجه غير ان احنا عايزين كل اللعيبه في منتهى التركيز، وده اللي فايلر بيقوله لهم وبياكد عليه. خلينا نركز بشكل كويس قوي، خلينا ناخد كل المباراه بنفس الاهتمام ونفس الجديه يعني. شكرا. بنشكر اكيد كابتن الكبير الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.